عايزين نشوف بقى دلوقتي منا، نفتكر منا اللي كشفنا على عينيها ودكتور حازم قال ان مفيش امل انها تشوف مرة تانية، وانا تعهدت ان انا هتكفل بيها شخصيا. لسه انا بفكر بس هعمل لها ايه. اللي حصل من الداخلية في الموضوع ده كان جدعنة ما حصلتش قبل كده يعني، وكأن تخيل كل ضابط في الداخلية ان منة دي بنته، لان الرد الفعل اللي جالي كان رد انساني جدا جدا، وانتوا عارفين انا يعني في الحق ولا بتملق ولا. اللي حصل كان رهيب، فمن فضلكم اسمحوا لي ان انا يعني اشكر الناس دي واحد واحد. ست اللواء علي طبليه مدير امن الشرقيه، رائد عصام عطي رئيس مباحث اسم تاني، امين الشرطه مصطفى صابر من اسكندريه، ست اللواء مصطفى النمر مدير امن اسكندريه، اللواء شفاء عبد الحميد مدير مباحث اسكندريه، العميد هشام سليم رئيس مباحث اسكندريه، ست العميد ناجي انس مدير العلاقات العامه بشكرك جدا، ست العميد عماد الدامي وكيل مباحث غرب الاسكندريه، ست رائد سامح نجيده رئيس مباحث كرموز. كل دول عملوا اللي ما يتعملش في 24 ساعه، وتم القبض على نعمة مجدي عبد الحليم ورامي سليمان، الاثنين المجرمين اللي ان شاء الله باذن الله انا شخصيا هتابع قضيتكم، وان شاء الله باذن الله زي ما افقدتوا البنت دي بصرها تفقدوا كل حاجه في حياتكم ان شاء الله، امنكم وامانكم وعيشتكم ويا ريت عمركم، بس هي للاسف مش ده القانون. لكن انا شايفه ان انتوا قتلتوا البنت بان انتوا فقدتوا نظرها. تعالوا نشوف التقرير مع بعض. طيب الدكتور هنيجي، هوديكي الدكتور. انت هتروحي الدكتور عشان ايه؟ عشان ايدك ولا عشان ايه؟ انت شايفه عيني؟ عينك وريني مالها؟ متشوفش بيها. ليه مش بتشوفي بيها؟ ضربين على نفوخه. على نفوخه؟ اني عين اللي مش بتشوفي بيها؟ الاثنين. يعني انت مش شايفاني؟ مش شايفاني خالص؟ والله العظيم هي نفسها تفتح عشان تلعب معانا ومع ولد عمتها. يعني انت حبيبتي مش شايفة ايدي دي؟ البصري في العينتين. ضمور من ايه؟ او ممكن الخبطه تعمل ضمور؟ ساعات ممكن الخبطه ممكن تؤدي الى حدوث ضمور في العصب البصري، والضمور دوت يؤدي الى ان الحدقه بتاعت العين ما تتحركش، ما تتفاعلش مع الضوء، وبالتالي يبقى عندنا فقدان في الابصار. الصوره بتتنقل من العين وتمشي عن طريق العصب البصري في المخ لغاية ما توصل في الحتة دي اللي هي القشرة البصرية. القشرة البصرية مسؤولة جزء منها عن استقبال الصورة وجزء منها عن تحليل ما نراه، بمعنى ان انا ده راجل ده ست، يبقى في حتة فيها استقبال وفي حتة تانية تحليل للصورة دي معناها ايه، ادراكها ايه. فاذا اي منطقة من ده ما بتوصلش الصورة لغاية النقطة بتاعت القشرة البصرية، اذا معنى كده ان احنا ما عندناش استقبال للضوء. ده معناه ان الخبطه كانت جامده ولا اي خبطه ممكن تعمل؟ في الاغلب الخبطه كانت جامده، في الاغلب الخبطه كانت جامده،
يعني شديده لمرحله انها توصل ان يبقى في شويه ضمور في العصب البصري. دي الاشعه اللي احنا هنعملها، وبعد ما نعملها طبعا هيبقى يعني شرف ان ابص عليها، يا رب يطلع في حاجه. شوف لو يقدروا يطلعوا على العيون الدولي على طول يعملوها بدل ما يجوا يوم تاني. يطلعوا المستشفى دلوقتي تعملوها. عشان نعمل لها اشاعات عشان عينيها ونظرها وكده، والحمد لله عملناها وكلنا على ربنا، هو بقى اللي يتصرف في حالتها. انا مش عايزه غير طفله زي ديت تمارس حياتها زي اللي في سنها، هو ده املي من ربنا انها تمارس حياتها زيها زي اللي في سنها بالظبط، ما تبقاش عايشه مع حلومه مش عارفه تلعب مش عارفه تاكل مش عارفة حتى تخش حمام، مش شايفة مين بيكلمها، مش شايفة مين قدامها، وللأسف ملهمش حد إلا أنا. يعني أنا لو مت وأنا مريضة سكر وقلب، يعني أنا لو مت الأطفال دي خلاص ضاعت، ضاعت في الدنيا، لا عم موجود هياخدهم ولا خالة ولا أي حد. الحلقة بتاعتي أنا ومنة ورحاب، فلقيت هنا مديرية أمن اسكندرية بيتصلوا بيا وعايزين يعرفوا ايه التفاصيل يعني وكده، والمحضر القديم اللي أنا كنت عاملاه، فقالوا لي لا روحي اسم تاني اللي انت عملتي في المحضر الأولاني، روحي عشان يعني تعملي محضر جديد وبالتهامك باللي حصل بالإصابات اللي فيها البنات يعني. وأنا رحت فعلا ساعة ما قالوا لي خدت بعضي ورحت على اسم تاني اللي في الزقازيق عندنا، ودخلت للباشا عصام الله يكرمه، بصراحة ما قصرش معايا ولا هو ولا أي حد، وعملوا لي المحضر المطلوب وجيت على اسكندريه هنا عشان اقدمه واشوف ايه اللي هيتم بقى في حق الاطفال دي. انا بطالب بحق الاطفال دي يجي وان يتقبض عليهم عشان ياخدوا جزاهم، لان دي اطفال ما عملتش حاجه ولا ذنبهم اي حاجه في اي حاجه عشان يحصل فيهم كده، وطفله زي دي تعيش كده يعني لسه في اول عمرها، تعيش كده بقيت عمرها في الضلمه، مش يرضي ربنا، حرام حرام. انا عايزه اللي عملوا فيها كده يتجازوا بعملهم، بس مش عايزه اكتر من كده. انا عايزه اضربها عشان هي خليت اختي ما تشوفش، وعايزه اضرب رامي اللي معاها ده وعياله دولت منهم لله، عشان هما كانوا بيخلونا نطلع نشحت ونسرق ونشحت منهم لله. النهارده رحت النيابه وعشان وكيل النيابة ياخد أقوالنا وأقوال الأطفال، وفعلا خد أقوالنا وخد أقوال الأطفال، والأطفال فضلت طول النهار في النيابة ثابتة على كلامها ما غيرتوش خالص، وحتى دخل اللي اسمها نعمة أمهم وإحنا قاعدين وسألها عملت كده ليه في بناتك، نكرت واتهمت بيها ابني اللي مات اللي بقى بين ايدين ربنا، اتهمته هو وقالت ده ابوهم اللي عمل فيهم كده قبل ما يموت. وكيل النيابه راح ضرب الجرس، دخل امين شرطه قال له خد رحاب معاك وخليها اللي هتشاور لك عليها تهولي،
من اللي واقفين بره اخوات رامي. فعلا البنت طلعت وشاورت على اخوه، ما اعرفش الاكبر منه او الاصغر منه انا ما اعرفش. المهم جه دخل قدام وكيل النيابه، وكيل النيابه ساله انت بتشتغل ايه؟ قال له انا اهوجي. كانت رحاب قبلها بشويه قايله له ان رامي ده كان بيعبي جيوبها مخدرات وياخدها يقعدها على قهوه اخوه اللي هو دخل لنا النهارده ده اللي اسمه اشرف. وتفضل البت متذنبه معايا لساعه واحده اتنين لحد ما يخلص بقى اللي معاها. وان البت اعترضت او قالت له سقعانه او عايزه اطلع انام او عايزه اي حاجه، كان بيهري جسمها بحزام بخرطوم باي حاجه قدام الناس اللي قاعده في القهوه، ما كانش بيطلعها الا لما يخلص اللي منزلها بيه كله. قال لي انا مرابطه، قلت له قلت له انا عايزه اخوه رامي ده اللي بيبيع حشيش وبن، وضربوني كمان ضربني في الكليات اديني في رجل بطني. قلت له لنعمه ضربتنا وحرقتنا وكان بيضربونا وشالنا مخدرات في جيوبنا. وقلت له عايزه اضرب نعمه عشان هي رخمه وانا عايزه اموتها، عايزاها تشنق عشان هي عملت فيا انا واختي كده. لما شفتها جايه انا جيت على ستي كانت عشان عايزين بتقول لي تعالي في حضني. قلت لها لا خليكي في حضن رامي اللي معاكش. الحقيقه انا جيت اسكندريه وعملت المحضر وجيت قدمته وبصراحة أنا يعني أنا مبسوطة وفرحانة قوي، ويمكن فرحة الأطفال أكتر مني إن اتقبض عليهم. وبصراحة أنا يعني أنا بشكر كل اللي ساعدني ووقف جنبي، وبشكر الأستاذة ريهام لو عشت عمري كله أشكرها، مش هوفيها حقها على وقفتها معايا هي وكل أسرة صبية الخير. بصراحة ما قصروش معايا خالص. واللواء مصطفى النمر مدير امن اسكندريه بصراحه قام بالواجب وزياده شويه. انا بشكر اللواء شريف عبد الحميد، وبشكر كل وزاره الداخليه بتاعتنا كلها وحكومتنا كلها، لان هم بصراحه ما قصروش. ويدوبك مسافه ما جبت المحضر وجيت كان تم القبض عليهم واني قاعده، واني دلوقتي هبات هنا في اسكندريه لان لازم البنات يتعرضوا الصبح على النيابه ويقولوا اللي انعمل فيهم. وبصراحه انا مش لاقيه كلام شكر اشكر بيه يعني حكومه البلد ديت، لان هي فعلا هي امن البلد بجد وسند لاي غلبان زي او لاي محتاج زي، ما بيأثروش معايا بصراحه. ده شفته بعينيا وحصل معايا، ما أثروش معايا في اي حاجه. انا بطلب منك يا استاذه ريهام انك ما تتخليش عننا ولا تسيبينا وتخليكي معانا للاخر، عشان انا بصراحه انا حاسه ان انا اللي انا بعمله ده هتقتل بسببه لان اهله مش هيسيبوني وانا عارفه كده كويس. يعني انا بترجاك ان انت مش تتخلي عننا، حتى لو حلقاتنا معاكي خلصت ما تتخليش عننا. وانا بترجاكي مش عشاني انا، لا انا بترجاكي عشان الطفلتين اللي ما بقالهمش غيري دول، تخليكي معايا وتحميني من الناس دي. وطبعا انا متاكده ان انت مش هتتخلي عن منا ولا عليجها، انت قلتي كده واني متاكده ان انت يعني مش بتقولي حاجه ما بتنفذهاش. انا متاكده قوي 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 ان انت مش هتتخلي عن منا خالص، وبترجاكي مش تتخلي عليا انا كمان مع منا. معلش يعني انا هطلب منك طلب بس هو محرج شويه، معلش يا استاذه ريهام. يعني انا حكيت لك على ظروفي وحكيت لك انني يعني مش هقدر امشي بالبنتين دول ولا اعمل كده، بس يعني عايزاكي تشوفي لي اي موضوع ما يعني معاش للطفلتين. انا مش عايزه حاجه بس معاش للطفلتين دول ياكلوا ويشربوا ويعيشوا، عشان انا ظروفي مش هتسمح انني امشي بيهم لحد ما حضرتك انت بقى تتوليهم برحمتك من ربنا.
بس هو ده يعني الطلب اللي انا يعني بترجاكي فيه، لانني مش هقدر امشي بيهم بجد. فعايزاكي تساعديني في اي حاجه، معاش حتى للاطفال ديت، وعلاج منا ده مفروغ منه. انا عارفه ان انت مش هتسيبيها ولا هتتخلي عنها، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك ويعينك ويقويكي على كل اللي انت بتعمليه بحق جاه النبي. وانت فعلا انسانه تستاهلي حب مصر ليكي، بجد تستاهلي حب مصر ليكي. كشف عليا، كشف عليا وبعدين كشف على منا الاول، وبعدين كشف عليا، وبعدين عمل لي منا اشعه. انا عايزه انت امتى تجيب لي هدوم، عشان نعمه خدت هدوم اديتها لعيالي، ومش عندنا هدوم، مش عندنا حاجه نصرف فيها، وست شحتلنا الهدوم دي. سنة وانت طيبة يا تنت ريم، عشان عيد ميلادك كان أول امبارح. كل سنة وانت طيبة يا تنت ريم، عشان عيد ميلادك كان أول امبارح. طيبة يا حبيبتي، أحلى كل سنة وأنت طيبة جات لي، وإحنا بس إحنا معاكي، والولاد دول ولادنا، وما تحمليش هم أي حاجة خالص. إحنا مستنيين بس إنك تسيبي اسكندرية ترجعي للشرقية وتقعدي، وكل حاجة هتجيلك لغاية عندك، الهدوم وكل حاجة، كل حاجة إن شاء الله. أنا بس يعني مفيش حاجة مقطعة قلبي بصراحة، غير إن طفلة بالذكاء ده، والعيال فاهمين قوي يعني. دخلت القسم تعمل نمرة على الضباط وعايزه تاخد البنت في حضنها، قالت لا لا خليكي في حضن رامي بتاعك رحاب. فاهمه جدا يعني، مش هتضحك عليها يعني، مش ليكي تحبها دلوقتي يعني. فمرة تانية بشكر وزارة الداخلية، اللي عملتوه كان كبير قوي، وكفاية فرحة العيال دي، وكفاية الست اللي من دموع وشقاء وكده شفنا ابتسامة وضحك، وست بتشكر مديرين الأمن وبتشكر مديرين المباحث، وعملتوا عمل جليل جدا 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 جدا. مديرية أمن اسكندرية بشكركم جدا جدا جدا، سيادة اللواء مصطفى النمر مدير أمن اسكندرية، سيادة اللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث اسكندرية، وسيادة العميد ناجي أنس مدير العلاقات والإعلام أول من استجاب لصبايا الخير، وبشكرك جدا جدا جدا. هي دي العلاقات بقى، إن إحنا داخلية وإعلام وجيش ومواطنين وشعب، كلنا واحد، وزارات كلنا واحد، كلنا في الآخر عندنا هدف واحد، هو مصر، مصر وأمن وأمان مصر. نشيل المخدرات ونشيل الظلم والقهر من الناس، والناس تحس ان حقها بيرجع لها، مش هيبقى عندنا ادنى مشكلة، وهتلاقي الناس دي بتشتغل شغل غير طبيعي، وبتحقق وبتعمر وبتعمل حاجات عظيمة جدا. ناخد مين؟ مصطفى. الو. ايوه اهلا بيك. اهلا بيك، ازاي استاذ ارهام؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله تمام يا فندم. بقول لحضرتك يا فندم، انا دلوقتي انا كنت سايق على الصحراء ورايح اودي ابني المدرسه، وانا لقيت التريلا دخلت عليا مره واحده وراحت خلتني، اللي انا فاد العربيه راحت العربيه اتقلبت. دلوقتي انا حاليا دلوقتي محجوز في مستشفى شيخ زايد التخصصي. ابني حاليا دلوقتي بين الحياه والموت في العنايه المركزه. انا عاوز دكتور، معلش بعد اذنك، ما بيردوش يدخلوني الشيخ زايد التخصصي. طب والحل؟ والله ناس كتير قوي من جوه الشيخ زايد كلموني، ما الظاهر في مصيبه جوه ولا ايه، خايفين مني مش عارفه يعني. ده رحت من غير كاميرا يعني، رحت كزائره عاديه على رجليا. ابني يعمل ايه؟ ابني دلوقتي عنده ايه دلوقتي؟ طيب وانا قاوح. ابني انا دلوقتي ابني عاوز لازم الدكتور مخه واعصاب كبير. هو في كوما، في غيبوبه، غيبوبه، ما ولا بيتكلم ولا اي حاجه. تخيلي كده رايح اودي ابني المدرسه، رجع حسبي الله ونعم الوكيل ومسكوه. طيب بسبب مسكوا مين؟ ده هرب، جرب ساب العربيه وهرب، ساب التريلا وهرب، كان شارب.
كسر عليا من غير اشاره ومن غير اي حاجه وهرب. قلت لكم مفيش حد هيسلم، مفيش حد هيسلم، قلت لكم والله. طب حضرتك انا اخدمك ازاي؟ انا تحت امرك. انا عاوز دلوقتي، انا الحمد لله حالتي مبسوطه، بس انا عاوز دكتور مخ واعصاب. خد لي اذن، خد لي اذن وانا اجيب لك الدكتور مخ واعصاب واجي. اجيب لك اذن من اللي هو مدير المستشفى، راجل محترم. خلاص، وقول له ما تخافش، مش هجيب كاميرا ولا هصور حاجه ولا هدخل بالموبايل. يا ريت. انا عاوز قول له هتتفتش قبل ما تدخل، مش هتدخل بالموبايل. لا معني والله العظيم لو عايز اصور اي حاجه في الدنيا هصورها. انا عملت العمليه، انا ضلوعي كلها اتكسرت وكان داخله كلها في الرئه، والحمد لله عملت العمليه، وانا حاليا دلوقتي بكلمك وانا نايم على السرير. بس ابني انا قلبي، انا قلبي ابني، انا اللي في عينيا اللي مش عارف اشوفه. ربنا معاك. خد لي بس ممكن مين اللي هيمسك الموضوع ده؟ ها؟ ما اعرفش ليه الشيخ زايد التخصصي دي بس بيخافوا، ما اعرفش مين. منا. ايوه استاذه هام، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي، ازيك؟ من معجبينك جدا والله، ومن الناس اللي كانوا زعلانين على حضرتك اول الست شهور اللي ما طلعتيش فيهم. ليه ده؟ انا اتفسحت فيهم والله وارتحت ونمت. لا احنا كنا زعلانين قوي عشان حضرتك، بس انا كنت متابعه معاكي. توحشتوني بس انا والله يعني، واتجوزت يعني، عملت حاجات كتير قوي. طب الحمد لله، الف مبروك. مبارك فيك. قولي لي تجربتي مع البرشام، عشان حضرتك حلقتك النهارده عن البرشام. فعلا البرشام ده حاجه وحشه جدا، يا ريت كل الناس تبطله. يعني انا شبه ان بيتي اتخرب بسببه، معايا طفل 6 سنين وطفلين توأم لسه صغننين. جوزي عنده 57 سنة وأنا عندي 30 سنة، وعشان خاطر البرشام والكلام ده كله مش قادر استغنى عنه، وبسببه بيعمل حاجات وحشة كتير. بقالي 3 سنين بتكلم عنه وبطل الكلام ده كله، مفيش فايدة عشان خاطر حتى العيال مفيش فايدة. فأخيرا إن هو يعني مش حابب إن أنا أتكلم في الغلطات بتاعته، فمشي. أحسن. ورافض إن هو يبعت مصاريف للعيال واللي هو هتتذلي والكلام ده كله يعني. ويا ريت الناس كلها فعلا تبطل البرشام، وحلقاتي كويسه جدا. بس احسن ما يموتك ويموت عيالك، اشتغلي اي حاجه وابعدي عنه، دي نصيحتي. ما انا متصله بقى بحضرتك عشان كده، انا فعلا بدور على شغل، ما عنديش استعداد ان انا اربي عيالي بالحرام، انا عايزه اشتغل اي حاجه بس مش لاقيه. يعني انا دبلوم تجاره ومن المقطم. ليه؟ ما انت مش لازم يعني اشتغلي بياعه في محل، اشتغلي يعني مش عايزه اقول بس شغلانات تحسي ان انا بوطي منك، بس في شغلانات كتير قوي يا جماعه، في حاجات كتير قوي ممكن تتعمل. بس ما ترجعيلوش. مين؟ ام رنا، اهلا بيكي. السلام عليكم. اهلا بيكي، ازيك يا مدام رنا؟ الحمد لله كله تمام. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ كله تمام يا حبيبتي، الحمد لله. انا معجبينك وبحترمك جدا، وعايزه اقول الكلمه للناس اللي هي بتعمل اذى للناس، ليه يتموا الطفلين دول؟ طب ذنبها ايه؟ طيب الحاجات الوحشه اللي بتحصل دي يعني ليه كده يعني؟ عشان زي بالظبط ما تدي لحد حقنه مخدره وتلاقي تشوف وتحسسينه هو ولا شايف ولا سامع ولا اي حاجه، وتطلقيه بينا كده زي الحيوان. والله انا عايزه اقول لحسب الله نعم الوكيل، اللي هو يعني يتم العيال دول وباباهم وستهم، يعني ليه يعني كده؟ انا بشكرك جدا، انا هكمل هاخد تليفوناتكم وهسمع صوتكم جدا جدا جدا. بس قبل ما اعمل كده،